يشرفني الآن أن أسأل فخامة السيد رئيس الجمهورية إذا كان لديه تعقيب. شكرا جزيلا. وأنا الحقيقة خلوني الأول أبدأ كلامي بتوجيه التحية والاحترام والترحيب بكل الضيوف اللي موجودين اللي بيمثلوا البنوك وبيمثلوا المصارف وبيمثلوا المستقبل اللي احنا بنتمناه لأفريقيا. وأنا إن كان ليا تعليق على النقاش، أنتم تكلمتم من منظور الاقتصاد ومن منظور قدرة البنوك ومساراتها وكده. أنا يمكن آخر تعليق اتقال من السيد امبيكي مش كده، هو ده اللي لفت نظري، مش لفت نظري، ده اللي ممكن ابدا من خلاله الكلام على المساهمه اللي انا ممكن اتكلم فيها على قارتنا الافريقيه. واقول احنا بنتكلم على حلم افريقيا بقالنا سنين طويله، من سنين طويلة فاتت، وبنتكلم حتى على 2063 اللي هو يعني الأمل اللي احنا بنتمناه. وأنا هنا هتكلم ك من منظور مش بس الاقتصاد اللي انتوا اتكلمتوا عليه، من منظور الدولة. ازاي دولة تقدر تعمل ده؟ ازاي الكلام اللي بيتقال ونكرره كل سنة واتنين وفي كل مناسبة وما بيتحققش؟ ايه الفاصل ما بين الواقع اللي احنا عايزين نغيره وبين الرؤية التي ممكن ان تستشرف الخطوات التنفيذية المناسبة لتحقيقه؟ ايه هي؟ في افريقيا ومش بس في افريقيا وفي العالم كله. انا دايما اقول ان المقارنات بتعطينا فرصة، ان احنا المقارنات والبيانات تدينا فرصة على التعرف على الحقائق والاستنتاجات والاهداف. مثال، احنا عندنا في الدول العالم كله بنقول ان في اكتر 20 دولة في العالم اللي هم الاكثر دول، الدول الغنية، دول العشرين. طب هو العالم كله كم دولة؟ 200 دولة؟ 190؟ 200 دولة؟ يعني 20% من دول العالم فقط اللي تستطيع من خلال قدرتها الاقتصادية والصناعية ومواردها حتى انها تتحط في المرتبة دي. طب بقية الدول تروح فين؟ بقيه الدول تروح فين؟ طب احنا ده اول سؤال. انتوا اتكلمتوا على ان كورونا والازمه الاوكرانيه كانت كاشفه وابرزت تحديات وازمات لينا بالكامل ممكن نستفيد منها، صحيح. لكن انا هستفيد من حاجه من دي واقول لكم، يا ترى البنيه الاساسيه في القاره الافريقيه جاهزه انها تلبي الطموحات والامال اللي هي شعوبنا بتتمناها لبلادنا؟ أنا هديكم مثال على مصر. لما جينا نتكلم على مصر ونتكلم على تطوير البنية أو إيجاد بنية أساسية مناسبة ليها حتى تنطلق للعمل الأفضل، احتاجنا خلال ال7 سنين اللي فاتوا دول، وأنا مش مبالغ، أنا مش مبالغ، بنتكلم في حوالي، أنا هقولهم بالدولار لكن تقريبا حوالي 400-500 مليار دولار. انا بتكلم على دولة مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع، واللي احنا عملناه كان على تقريبا فقط 10-12% منه. طب القارة الافريقية اللي فيها 30 مليون كيلومتر مربع، وبنتكلم على التكامل اللي انت بتناقشوه وبتقولوا التكامل بين بعضنا وبعض، يا ترى البنية الاساسية اللي تقدر تحقق ده للقارة الافريقية تتكلف كام وهيجوا منين؟ تتكلف كام وهيجوا منين؟ والكلام ده انا قلته من 5 سنين مع في المانيا، وقلت ان اذا كنتم عايزين تغيروا وجه القاره الافريقيه وتحل وتخلوها قاره قادره على ان هي تلبي طموحات شعوبها وامال شبابها، انتم محتاجين فقط ان انتم تعملوا بنيه اساسيه في القاره ديت. والبنيه الاساسيه، إن اتكلمت عن الطاقة الكهربية ما هي بنية أساسية، إن اتكلمت عن الطرق والسكك الحديدية ما هي بنية أساسية، إن اتكلمت عن موانئ ومطارات ما هي بنية أساسية. فبكام ومنين
ومين يقدر ينفق على ده؟ طب انتم كبنوك، انا كنت بتكلم على البنوك الاوروبيه في الوقت في المرحله ديت، قلت البنوك الاوروبيه مستعديه تدي قروض بتكلفه ماليه رغم المخاطر العاليه في افريقيا بتكلفه ماليه قليله؟ ده كان كلام لساعتهم وبستدعيه هنا. مستعدين تدوا قروض للدول الافريقيه عشان تعمل بنيه اساسيه باستثمارات ضخمه وعوائدها هتبان بعد كده. فمحدش، انا ارجع تاني اقول، اذا اول تحدي اتصور انه موجود هنا في قاراتنا الافريقيه هو ايجاد بنيه اساسيه قاريه، وانا قلت الكلام ده كتير وبكرره قدامكم هنا، في وجود المعنيين عن المال والاقتصاد والمعنيين عن الامل في افريقيا. حلم الناس، حلم الناس في افريقيا البلد القاره اللي فيها اكبر نمو سكاني واكبر حجم من الشباب في في قارات العالم بالكامل. اذا كنا بنتكلم على 1.5 مليار تقريبا، وبنقول في 2050 هنصل ل 2.5 مليار او اكتر، احنا دلوقتي 1.25 مليار نسمه. طب يا ترى الاحلام بتاعت الشباب دي هتتحقق ازاي واحنا مش قادرين نروح؟ مش قادر اروح لاثيوبيا بالقطر، مش قادر اروح لكينيا بالقطر، مش قادر اروح لها بالطريق. مفيش طريق، مفيش سكه حديد، مفيش مواني تقدر توصلنا ببعضنا، مفيش خطوط طيران تقدر توصلنا ببعضنا. حد يقول لي طب ما هو اعملوا كسياسيين، السياسيين معنيين وهم بينفذوا اي تخطيط على قدرتهم الاقتصاديه، على قدرتهم الاقتصاديه. هديكم مثال، اذا كانت اوكرانيا بتطلع 60 مليون طن قمح، 60 مليون طن قمح، وهي مساحتها بالمناسبه يعني انا هقول ارقام ممكن تتحفظ 600 الف كيلومتر مربع. بس انتوا تفتكروا ان الدوله ديت عشان تقدر توفر وتبقى مزرعه او يعني تقدر تدي منتجات زراعيه لكتير من دول العالم، ده اتعمل عشان اراده سياسيه ولا عشان قدرات موجوده على الارض؟ في كام مليون هكتار مش قابلين للزراعه؟ لا، ده عندهم البنيه الاساسيه المطلوبه للزراعه، من كهرباء، من طرق، من مصارف، من تكنولوجيا للزراعه المتقدمه. حتى الصوامع اللي موجوده بتشيل 5 مليون طن، هو حجم التصريف الشهري للدوله ديت قدام طلب بتاع العالم. يعني هي عامله بنيه اساسيه هائله على مدى كام سنه؟ ما اعرفش. بتكلفتها قد ايه؟ ما اعرفش. لكن في النهايه عشان دوله زي اوكرانيا تبقى تحقق ده، طب ما في دول في القاره الافريقيه عندها قدرات للزراعه قد كده مرات كثيره. لكن حد من زمايلنا اللي موجودين هنا يعرف ان انا عشان ازرع مليون فدان محتاج ان يكون في الكهرباء بتاعتهم، ودي تتكلف اموال ضخمه، محتاجه ان يكون في طرق وسكه حديد، ودي عايزه اموال ضخمه، ثم عايزه التكنولوجيا الزراعيه حديثه، ودي اموال ضخمه، عشان مليون فدان، مش عشان اتكلم على 25 30 مليون فدان او اكتر في دول جنب مننا. في يعني مش انا ما بحبش اذكر اسماء دول عشان ما يعني ما حدش يبقى ليه يعني يتألم من حاجه. احنا بنتكلم على اشقاء لينا عندهم 200 مليون فدان قابلين للزراعه. صحيح؟ طب ما احنا بنتكلم عن الموضوع ده بقالنا 50 سنه. ما تزرعوش ليه؟ لان المطلوب مش موجود. المطلوب مش موجود، ودي القضية. القضية ما بين الواقع اللي موجود وزي ما قلت كده والقدرة على تغييره. عشان تزرع المليون فدان دول بتتكلم في 100 و150 و200 مليار جنيه، يعني 35 مليار دولار. بالمناسبة لأي حد بيسمعني، اوعوا تفتكروا ان انا بقول ارقام، دي ارقام انا لا مؤاخذة بدير العمل بها في مصر هنا. يعني الكلام اللي انا بتكلم عليه ده واقع انا بعيشه. عشان احول مليون فدان من ارض غير قابله للزراعه
لأرض قابلة للزراعة، بتكلم في الأرقام ديت. إذن النهاردة مش القضية قضية إن وجود موارد، موارد طبيعية. النهاردة لو أنت حبيت تروح في أي دولة من دولنا الأفريقية عشان تعمل صناعة أولية قيمة مضافة للنحاس أو قيمة مضافة للحديد، فقط أنت عايز الكهرباء وعايز المصنع وعايز الطرق والسكة الحديد اللي توصلك للموانئ عشان الحاجة دي بعد ما تتزرع ما تتصنع وتتحول من مادة خام جاية من الأرض إلى قيمة ممكن مضافة للبلد ثم يتم تصديرها، أموال واستثمارات ضخمة جدا. إذن أول عقبة أتصور موجودة قدام مننا هي توفير التمويل اللازم لبنية أساسية تحقق اللي احنا بنتكلم فيه. أدي نقطة. النقطة التانية اللي أنا عايز أتكلم فيها، يا ترى الأمن والاستقرار اللي موجود في دولنا هو يسمح بكده ولا لا؟ واحنا كنا لسه بنتكلم على، بنقول يا ترى المخاطر اللي موجودة في الدول في دولنا بتخلي الائتمان تكلفته قد ايه؟ عالية ولا منخفضة؟ وبالتالي موضوع الأمن والاستقرار. وبالمناسبة العنصرين اللي أنا بتكلم فيهم دول في تقديري الشخصي إن هما الأساس والركيزة الأساسية لأي تغيير مناسب للدول. إن ما حققتش الاستقرار والأمن، لا في قطاع خاص ممكن يستثمر ولا في قطاع أجنبي مستعد يجي يستثمر في البلد. يستثمر في بلد مش مطمن لها إزاي؟ يستثمر في بلد فيها عدم استقرار إزاي؟ ما فيش فيها أمن إزاي؟ طيب الاستقرار والأمن عشان يتحقق، يا ترى حلم الشعوب وأملها وقدرة الدولة على تنفيذه، دي مشكلة أخرى. مشكلة أخرى إن الناس عايزة، واللي عايزاه قد تكون الدولة غير قادرة على تحقيقه على الأقل في منظور زمني مناسب. فمحتاج زمن، مش محتاج إرادة، ومش محتاج خطط. لا، ازاي النهارده تحقق الاستقرار والامن للشعوب اللي هي بتحلم هي وشبابها على ان هي تحقق لها امال ولها طموحات؟ طب والامال والطموحات ديت قدره الدوله على تنفيذه قد ايه؟ انا قلت ال 200 دوله فيهم 20، يعني 10% دول اللي ممكن يبقى معاها. حققوا ازاي مش قضيتي دلوقتي، مش هتكلم فيها، لكن انا بتكلم على احنا فين. احنا نصنف من ال 200؟ كم مننا في قارتنا الافريقيه ضمن ال 20 دوله اللي احنا بنتكلم عليهم؟ احنا بنتكلم على اكثر من 55 دوله افريقيه. كم مننا من ال 20 دول؟ اذا الفكره كلها عشان بس يبقى الكلام، يبقى المساهمه بتاعتنا اللي بنتكلم فيها مع في حضوركم هنا، حضوركم المهم، ان الاستقرار والامن اذا غاب عن دوله اوعوا تطلبوا من الدوله دي انها تتقدم ابدا، لن تتقدم. وده الموضوع بقى ماليش دعوه هو جه ازاي، هي خطه، هو استهداف، هو عدم وعي الناس، انا ماليش دعوه. انا في النهايه بقول ايه، الحاله اللي بتصنف فيها بلادنا استقرار او عدم استقرار. فيها استقرار يبقى في امل، ما فيش استقرار يبقى ما فيش امل. محدش هيجي، محدش من بقول حتى القطاع الخاص اللي هم مواطني البلد، لو جيت قلت له تعمل مشروع عندك يقول لك لو كانت البلد مش مطمن لها اروح بلد تانية. دي فلوس والناس بتخاف على فلوسها. ارجع تاني اقول النقطه المهمه جدا جدا هي الاستقرار والامن. اتكلمت على التكامل وانا معاك فيه، والتكامل ده مش إرادة سياسية بس، لا ده فهم لقدراتنا المشتركة وقد ايه هي هتعود علينا بالنفع لينا كلنا لو احنا تكاملنا مع بعضنا مع دول الجوار ومع دول القارة بالكامل. انا في مصر، وان كنتوا تصدقوني، ان كنتوا تصدقوني، وانا بحلم برضو لأفريقيا، والله انا بحلف بحلم لأفريقيا، لانهم ناس ومن حق الناس تعيش والناس دي تكبر وتحقق احلامها واحلام شبابها.
وتعيش في 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 مكان تاني غير المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. فانا بحلم برضه لافريقيا، وبقول ربنا، بقول يا رب والله 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 لو اعطتني ما حسيت دوله لما ساعدها، والله والله تاني لو اعطتني ما حسيت دوله الا لما ساعدها، لان افريقيا لن تعبر ما هي فيه الا بان احنا نكون كلنا قلوبنا على قلب بعض، ونتجاوز اي خلافات او مشاكل من اجل مستقبل نغير فيه الواقع اللي احنا موجودين فيه لمستقبل افضل. ارجو ان ما اكونش اطلت عليكم الثلاث دقايق اللي الاستاذه دينا كانت حريصه عليهم. فبقول لمجتمع المال والمصارف، افريقيا امانه في رقبتكم، افريقيا امانه في رقبتكم، والمليار وشويه مواطن امانه في رقبتكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا فخامة السيد الرئيس. نعلم طبعا أنكم تحملون طموحات كبيرة جدا لبلادكم، لوطنكم مصر، وأيضا للقارة الإفريقية، وهذا يحتاج إلى الاستقرار بكل شك، وأيضا إتاحة التمويل.